مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار جامعة المنصورة، وإليكم أهم ما تم خلال هذا الأسبوع. افتتاح الملتقى الفندقي الأول الاستدامة الفندقية رؤية مستقبلية بكلية السياحة والفنادق. افتتاح المعرض التسويقي لمنتجات الوحدات ذات الطابع الخاص. رئيس جامعة المنصورة يستعرض خطة العمل والأنشطة والفعاليات خلال العام الجامعي 2022 و2023. رئيس جامعة المنصورة يفتتح تجديدات قسم 11 ويتفقد تجديدات قسم 7 جراحة بمستشفى المنصورة الجامعي. رئيس جامعة المنصورة يبحث خطة رقمنة أنظمة الحجز للكشف بالعيادات والعمل بالمستشفيات والمراكز الطبية. رئيس جامعة المنصورة يتفقد العملية التعليمية بجامعة المنصورة الأهلية. تكريم جامعة المنصورة بالمؤتمر الدولي الأول للجمعية المصرية لزراعة الكبد لتحقيقها أعلى نسبة في زراعة الكبد. جامعة المنصورة تنظم ملتقى تعريفي لطلابها الوافدين. في إطار جولته الميدانية لتفقد مؤسسات التعليم العالي بمحافظة الدقهلية، وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع مجلس جامعة المنصورة. رئيس جامعة المنصورة يترأس مجلس كلية التجارة لمناقشة إجراءات اعتماد الكلية وتطوير النشر الدولي. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. كانت معكم هاجر إسماعيل، ونلقاكم على خير.